طب واضح ان الريليشن شيب ستاتس دلوقتي بتتقسم لثلاث حاجات، يا يعني اما انت سنجل مرتبط من طنطا، حاسس ان في كلام، حاسس ان مشروب عليك شاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات خمن البرنامج اللي بخمن فيه حاجات انتوا بعتينها. عرفت منكم على انستغرام انكم بتبعتوا لي صور ليكم، وقلت تبعتوا لي فعلا راحت فين ارشادات الاهالي انكم ما تبعتوش صوركم لحد غريب على الانترنت. بس معنى كده انكم مش بتعتبروني حد غريب، فشكرا لكم انكم بعتوا لي عشان انا هحدد من خلال صوركم ديت هل انتوا شكلكم سنجل ولا مرتبطين. الارتباط ده بيبقى ليه ملامح، هنشوف النهارده مع بعض مع استاذ ودكتور علم النفس محمد المرعي لتحليل الانماط من خلال الصور. زي ما انتوا عارفين انا هنا باكل عيش، واكل العيش لليوتيوبر بيكون من خلال اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تعملوا فولو على الانستا علشان لو حابين انكم تشاركوا في اي وقت. انترو لذيذ، ماشي يلا بينا. استاذة نرمين سعودي، ده مكان خروجه، ممكن اخمن ان هي كانت خارجه في ديت. لو كان في اطباق اكل كنت ممكن احدد من اطباق الاكل، لو انا مثلا طالب كليه قليله كده وحاجه حنتوفه فانا ايه في ديت، لو انا طالب اكل كتير فخارج مع حد من اصحابي فهو مفيش اكل فانا مش هقدر احدد. المكان شكله فانسي، يبقى كان اسمها ايه الحاجات دي؟ كؤوس، كان في كؤوس زجاجيه فخمه. حاسس يا استاذه نرمين انك مرتبطه، بس تايجر دوت ممكن يديني فايبز انك يعني لسه بتدوري على ابو هشيمه، كلنا بندور على ابو هشيمه في حياتنا، فانا هقول سنجل. I'm in relationship بقالي سنه وشهر. يبقى ده كان ديت، يبقى ده كان ديت، ماشي. الاستاذ مصطفى امين، انا حبيبي اخوك، اولا انت مش خاطب ولا متجوز، مفيش دبل، مفيش اكسسوارات، مش لابس سلسله حتى مثلا، مفيش روشنه، مفيش اكل في الطبق اللي قدامك ده، مفيش كرسي تقعد عليه، ايه المكان اللي انت قاعد فيه ده؟ ده مكان خروجه الساعه 12 بالليل، ياكل ايس كريم عشان مش لاقي حاجه يعملها في حياته. بس لا ثواني، هو انت لو بتاكل ايس كريم ممكن تبقى نزلت بالليل عشان مرتبط، ده مش مكان ديت، ده واحد صاحبك اللي مصورها لك. انت سنجل يا مصطفى؟ انا سنجل، عشان لو كنت مرتبط ما كنتش هتشوف الابتسامه دي على وشي. لا عشان لو انت كنت مرتبط كنت هتبقى متصور في مكان يعني ايه، في كراسي يا مصطفى، يعني على الاقل بصراحه يعني مش هنكدب على بعض. استاذه اليسار ياسين، استاذه اليسار مدياك كل الهنس ان هي كانت في ديت في الفالنتاين، في قلوب وراها ولابسه احمر، روج احمر دخلت بالفالنتاين، واللي مصورها ده خطيبها او الشخص اللي مرتبطه بيه. انا سنجل. طلعت بتدي هنس اللي هو يا جماعه قلوب احمر، انا سنجل. اللي بعده، طيب بص رغطه بعتالي صوره بقى وانا احدد ايه يا ترى هي سنجل ولا مرتبطه. صوره البروفايل بتاعتها اللي هي بعتها بيه، يا رب نص ذكاء المتابعين عندي. اعتقد استاذه رغطه انك مرتبطه، ممكن متجوزه مثلا. متجوزه، واكيد هتخمن غلط عشان مش باين عليا مع اني 28 سنه. بجد مش باين عليك خالص، يخرب اللي بعده. يوسف انت مش مرتبط وبعت لي صوره علشان انت حليوه والبنات تقول ايه ده، هو طلع مش مرتبط، طب فين اكونت يوسف؟ سنجل بقالي 6 سنين يا برعي، شوف حل بقى. حل يا باشا، انت جيت هنا النهارده. اي حد يا جدعان عايز اكونت يوسف اسمه يوسف وليد اخره 3 دي، لو حد عايز يرتبط اتكلوا على الله. اللي بعده، بوش يور سيلف استاذ يوسف، واضح ان انت مش مرتبط، انت فركشت بقالك مثلا 6 شهور، عملت فيهم البايسبس دي. هو الرجاله بيروحوا الجيم عشان حاجتين، لسه مفركش يعمل فورمه ويخليها تندم، او يخلي المشكله اللي هو فيها تندم على ان هو اتحدد واحد قوته كده تمام، او علشان يشتغل برايفت ترينر. في نوع ثالث مثلا، ممكن اللي هو رايح عشان صحته او كده مثلا، ده قليل كده. في نوع برضه رابع اكتر شويه، اللي هو هو متجوز مرتبط عادي بس بيعمل فورمه عشان يعني يخون اللي هو مرتبط بيه. انت سنجل ومفركش بقالك 6 شهور. انا سنجل يا عم برعي، مفركش بقالي بقالي شهر. يا لو كان 6 شهور يا لهوي. كنت زماني اقسم بالله طرت من انا اسف ان انا كنت هكون طرت من الفرحه على انك تكون فركشت بقالك شهر، يعني اتمنى تلاقي بنت الحلال، بس كنت هبوظ ان انا خمنت صح. اللي بعده، استاذ عبد الله الباشا، انت سنجل. سنجل وما ارتبطتش من ابتدائي، ما ارتبطتش خالص اصلا. انا سنجل وما ارتبطتش من ابتدائي، واعشق الحياه الزوجيه، ومرتبي 5300 جنيه بعد الخصومات، اريد الزواج بفتاه بيضاء اللون، كاحله، طبيبه، تجيد الطبخ وتطيع امي، وهذا هو رقم التواصل. ماشي استاذ عبد الله، ان شاء الله تلاقي بنت الحلال، لك عملت لك اعلان في البرنامج عندي. اللي بعده، الاستاذه فاطمه الزهراء، خرجت في ديت في الفالنتاين في مكان شيك جدا، فيفا لا ايطاليا، تحيا ايطاليا. لو حد ما بيفهمش ايطالي بور فابور. الاكل ايه ده، هي طالبه اندومي بعد كل الصرف؟ هي طالبه اندومي ولا ايه يا جدعان؟ هل هي كانت نازله في ديت ولا كانت نازله مع حد من صحابها؟ بصوا انا هخمن بقى من حاجه ثانيه خالص، هي بعد فويس نوت ثانيتين والويف عامله كده،
فانا مثلا لو انا شخص برضو بشوف لغات الصوت بدرس من خلالها، تمام؟ سنجل مرتبطه، فالويفر لو هي كانت مرتبطه كانت تبقى مفتوحه، لما هي الويفر نازله لتحت سنجل، ولو هي مرتبطه كانت زمانها تقول انا مرتبطه بقالي كذا 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 وكتكوتي ومش عارف ايه، كان زمانها رغد كتير، فواضح ان هي سنجل. انا سنجل، انا شفت انا سنجل. عيب عليك يا جدعان. استاذ كريم سلامه، ايه ايه ده، نفسك بس بالراحه بالراحه، لا تقلك عرق بس، ما انت ماسك الموبايل كده ليه؟ روح اخصك. استاذ كريم انت سنجل يا باشا. وطبعا بمناسبه الفالنتاين فانا اسف لكل السناجل اللي انا منهم. انا محتاج ابدا اخمن الاصوات، بجد بيبان صوت الشخص من ملامحه. ايه ده، كل سناجل كل سنه وانتم طيبين، معاكم كريم سلامه من محطه الارجي بالعربيه من صباح اصل يا جماعه يا ترى تخمنوا انا بقى سنجل ولا مرتبط؟ لو الفيديو ده وصل ل 20,000 لايك هقول لكم في الكومنتات انا سنجل ولا مرتبط. طب انا هبدا اختار من الدي امز الناس اللي انا حاسس ان هم ممكن يكونوا مرتبطين. الراجل ده مثلا، لا ده شكلك، انت شكلك سنجل، لو دي اهتماماتك في الحياه فانت شخص سنجل موت يعني، فاهمني؟ سنجل ساعه ما اتولدت. بص يا برعي، انا في هندسه بس. يقول يعني في هندسه اهتماماتك الحاجات دي، تمام يا استاذ ربنا معاك. يعني واضح ان المرتبطين سعداء كفايه في حياتهم ان هم ما يبعتوليش، كل واحد مكتفي باللي هو مرتبط بيها بقى، وقفين على بعض كده، ولا بيبعتوا لحد غريب يخمن ولا بيشوفوا تيست العلاقه ولا الكلام ده كله. انا ممكن ابدا اقول لكم ليه الشخص ده سنجل. بصوا مثلا استاذ ايهاب اشرف ده سنجل مود، اولا البدله دي مش بتاعته، او ما ظبطش الفت قبل ما يروح يختار. لو هو كان مرتبط كان زمان الكتكوته بتاعته قالت له لا بص، لا انت محتاج انك تظبط الفت بتاعها او شايف اكتر من كده، الكتاف هنا ايه عاليه شويه. دي حاجه. تاني حاجه، فتحه القميص مش مظبوطه، لا هي منها الياقه مقفوله شكلها حلو وفيها جرافطه، ولا منها مفتوحه بشكل كويس. الوقفه بتاعت التصوير ده واحد صاحبك اللي مصورها لك، لا هو مهتم بزاويه ولا مهتم بطريقه، مصورك ورا الاي تي ام يعني، ليه حد يصور حد ورا الاي تي ام عشان يعني يبان الغنى؟ ده مش مرتبط وش. كان بويد اقول مرتبط بس سنجل. باين يا استاذ ايهاب. استاذه اسماء عادل، طبعا انت هتقول لي ايه ده استاذه اسماء عادل اللي ماسكه ورده وبتاع، يبقى اكيد كانت راجعه من الديت بتاع الفالنتاين. هقول لك لا، كذب وافتراء. اولا هي ما فيش دبله، هتقول لي ممكن تبقى مرتبطه بس من غير خطوبه او متجوزه، بس اقول لك لا ما فيش دبله. ما تخليش الورده تخدعك، دي عشان واضح ان هي شخص لطيف مع نفسها، وهي مروحه كده بتلاقي بتاع الورد تقول ما اشتري ورد لنفسي، فتجي واقفه كده تقول ده ممكن اشتري ورده، فتدفع ثمن الورد تقول اتفضلي، فهي تمسك من الناحيه الثانيه تقول ايه ده شكرا ليك وهي تتكسف من نفسها. الصورة دي في نفس اليوم وسنجل، والورد ده إثارة جدل، وعارفة إنك هتقول إن أنا سنجل وهتفهم إن الورد ده إثارة جدل، وشكرا. مش هتكلم كتير عشان أنا اتكلمت أوريدي كتير، نروح للي بعده. الأستاذ خالد سامي نقدر نقول إن هو سنجل. هتقول لي إيه ده يا برعا، لا أنت عمال بقى تروح في الناس يمين ويمين تك 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 سنجل سنجل سنجل. ما أنا هقول لك، ما أنا هقول لك. أولا الصورة ألوانها وحشة جدا، تمام؟ صاحبه صور له الصورة، أما واخد الصورة هو قاعد يلعب بقى في الساتيوريشن معلقة جامد جدا، فالدنيا تحس إن هي أنت إيه في فرح شعبي، الأنوار ضاربة في كل حتة، التطقيمه مش أحسن حاجة. هتقول لي إيه ده، دخلت كمان في الفاشون بقى وبتاع. أقول لك بس أصل هو لو مرتبط هتقول له مثلا لا البتاع ولع في التيشيرت الأزرق ده. أنت مش مرتبط، معلش. تقريبا سنجل يا برعي. مش تقريبا يا باشا، انا متاكد. استاذ عبد الرحمن، واضح ان انت سنجل، وفي سبب واضح ليه انت سنجل. انت الحلاق اللي انت رحت له ده ظلمك، اقسم بالله. التدريجه دي يا اسطى يعني ما تروحلوش تاني اولا، وانت سنجل يا باشا. لا لا مش مرتبط، لسه مفركش. يا ترى سبب الفركشه كان ايه؟ It's not your fault, it's the fault of your حلاق. انه ليس خطاك، انه خطا حلاقك. استاذه راتشل جيرين، استاذه راتشل مفيش دبله، كنت ممكن انخدع واقول ان هي مرتبطه، بس لا، علشان هي مش هترتبط طول ما هي بتلبس السماعات فوق الحجاب بالشكل ده، واي حد من مواليد فوق 2002 بيعمل الحركه دي ولد او بنت، لو انت بتعتبر السماعات جزء من يور استاتكس انت صدقني هتبقى صعب انك ترتبط. فانا هقول برضو ان انت سنجل يا استاذه راتشل جيرين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. تيكن تيكن. طب حلو، انا اول مره مبسوط ان انا طلعت غلط، ربنا يرزق كل مشتاق. ايه ده حمّى حسام، حمّى حسام، استاذ حمّى حسام يا جدعان تكتكر قد الدنيا. مش عارف كلين شيف ديت بتاعت حد مرتبط يعني، انت واخد بالك من نفسك كويس، فهي اكيد بتقول لك خد بالك من نفسك يا كتكوتي، في كتكوته في حياتك. والله يا بوري انا يعني لسه سنجل، انا ريدي تو مينجل كده. طيب يا جماعه، اي حد ريدي تو مينجل يمنجل مع الراجل ده. استاذه روان ابراهيم.
البنات دول عليهم والله العظيم. انت يا استاذه سنجل، واقول لك انا هيزعق لك كلك ما تبعتيش لا صورك لبرع، ايه الهبل ده؟ صح سنجل. استاذ مصطفى رجب عنده حضن يساعد كون فاتح ايده على شط اسكندريه، دي الخروجه اللي بتخرجها مع اصحابك، وده القميص بتاع فيلم هيبتا اللي كان طلع ترند من 7 سنين مثلا. اقدر اقول ان انت سنجل. سنجل يا باشا والدنيا جايه علينا والله. يا رب اللي يجي عليك ما يكسبش. استاذ مصطفى شفيق الظابط هو اللي مصورك، يعني الظابط خد منك الحاجه تمام، الحاجه اللي انت كنت بتبيعها على الناصيه، وقفك قال لك اقف يلا يلا عشان اصورك يلا، فاهمني؟ دي مش صوره حد مرتبط خالص، احترام يعني. مطلق بقالي 4 شهور. مبروك. شيء سامعين صدفه راحت او مش مصدق نفسه انه مرتبط، والله عسل. مطلق بقالي 4 شهور. ايه من طنطا؟ هو بيقول من طنطا ولا مرتبط؟ يا ناس مطلق بقالي 4 شهور. ايه مش سامع؟ مطلق بقالي 4 شهور. ايه؟ مطلق بقالي 4 شهور. مطلق بقالي 4 شهور. مطلق بقالي 4 شهور. طب واضح ان الريليشن شيب ستاتس دلوقتي بتتقسم لثلاث حاجات، يا اما انت سنجل مرتبط من طنطا. انا مش فاهم هو بيقول ايه، يعني من طنطا بقالي 4 شهور. الاستاذه دعاء العشري واضح ان هي سيده اعمال، ده لبس سيدات الاعمال. حاسس ان انت مخطوبه، حاسس ان في كلام، حاسس ان مشروب عليكي شاي. اسالي بابا كده، هل حد شرب عليكي شاي ولا لا؟ يعني مفيش دبله بس في فتحه اتقرت في السكه دي. سنجل حاسس ان في شيء، بس هي ايه خايفه من الحسد بس. اللي بعده. انا بضحكت ليه؟ بص طيب صلي بينا على النبي، بس والسلام. اولا ليه السعاده دي وانت بتصور قدام 3 لوح حد طرقش الوان كده وعمل لوحه تمام؟ ثانيا ليه متصور بنضاره شمس مكان ما فيهوش شمس؟ ثالثا ليه لابس جرافطه على قميص وبنطلون على نضاره شمس جوه؟ هو الاسباب اللي في الصوره واضحه انت ليه سنجل؟ يعني انت بجد لو قلت لي انا سنجل بقى بقالي كتير ما اعرفش ليه؟ لا المفروض تبقى عارف ليه. خد صوره ليك وتحللها كده وقارنها مثلا بصوت اي حد مرتبط. اوكي مثلا محتاجش انا ابطل البس جربطه وانا رايح اتفرج على لوحات في معرض لوحات عادي. انا خاطب بقالي حوالي 6 شهور ومرتبط بقالي 3 سنين، توتال 3 سنين. خمنت صح، انا واثق فيك. لا لا انا خمنت غلط، بس انا عندي اعتاب عليها بقى. انت بتروح للاماكن دي وسايباك تلبس نضاره شمس جوه بجد، سايباك تضحك قدام اللوحات. يعني هعتريك الجرافطه عامه، يعني عامه شكلها حلو، القميص شكله غالي وده بولو. الاستاذه نجلاء رعد وشها فيه بشاشه، واضح ان انت عندك وقت تاخدي بالك من بشرتك، ومعنى كده ان مفيش هموم في حياتك، مفيش راجل يرخم عليكي ويطلع عينك. قصدي حاجه يا شباب، بس احنا ساعات بنعمل كده. بشرتك بتقول ان انت لسه سنجل، الحمد لله سنجل. حتى لما عارفه تاخد بالها في ستريس فري، وفي نفس الوقت تعمل روتين بشره، فمعنى كده ان هي عندها وقت في حياتها. طيب يا شباب وكده نكون خلصنا حلقه النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا. قولوا لي في الكومنتات حابين موضوع الحلقه الجايه يكون ايه، واتمنى محدش يكون اتضايق من صراحتي المفرطه في التخمين. وزي ما انتم عارفين يعني ان احنا قاعدين هنا علشان نهزر، اي حد هيتضايق بجد يبعت لي رساله علشان نتقابل ونتخانق بالايد، سواء ولد او بنت. انا ما عنديش مشكله خالص في العنف، علشان انت مش هتمشي كلامك عليا، ولو كلامي مش عاجبك بجد شد في حواجبك تمام. ودي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، عشان لما ننزل حلقات جديده عايزين نوصل ل 250 الف مشترك في اقرب وقت. وما تنسوش ان انا قلت لكم لو الفيديو ده وصل ل 20 الف لايك هقول لكم يا ترى انا سنجل ولا مرتبط، وهابي فالنتاين دي. حياه سعيده ليكم.